السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة، وأيضا نناقش في هذا اليوم في هذه التغطية خطط إسرائيل بتنفيذ عملية تهجير جديدة ضد النازحين في رفح للتهيئة للمعركة. نناقش أيضا اليوم تداعيات قرار حكومة الاحتلال تقييد عدد المصلين في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان. سيكون معنا في هذه التغطية عبر سكايب من الضفة الغربية المتخصص في الشأن الإسرائيلي عزام أبو العدس، وعبر سكايب من الضفة الغربية ننتظر عضو المجلس الثوري لحركة فتح الانتفاضة عبد المجيد شديد، وأيضا ستلتحق بنا عبر الهاتف من جنين الصحفية الفلسطينية إيمان السلاوي. مشاهدينا الكرام ضيوفنا، سنذهب إلى فاصل قصير ولنا عودة بإذن الله. نبدأ معكم أستاذ عبد المجيد، وأجدد التحية لكم. طبعا في اليوم 36 بعد 100 للعدوان الإسرائيلي على غزة، كما تعرفون وكما تتناقل وسائل إعلام عربية ودولية أن الاحتلال يواصل تهديده بتوسيع رقعة القتال لتشمل مدينة رفح جنوبية القطاع. في هذه النقطة أستاذ عبد المجيد، هل يحاول الاحتلال دفع المدنيين إلى وسط القطاع؟ يعني هو تمهيد لعملية برية واسعة تشمل كل مدينة رفح أستاذ عبد المجيد؟ تحية لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين، والرحمة لأرواح شهدائنا الأبطال، والتحية للمقاومة التي تسطر أروع ملاحم التحدي والصمود أمام هذا العدو الصهيوني الذي يرتكب المجازر ضد أهلنا وأحبتنا المدنيين في قطاع غزة. نعم. اليوم الاحتلال الصهيوني يحاول توسيع من حربه الإبادية على أهلنا في قطاع غزة بالضغط على المقاومة الفلسطينية من أجل أن ترضخ لشروط الاحتلال الصهيوني بالتهديد بأنه سيشن حربا برية على رفح. للعلم بأن رفح لن تكون بمنأى عن قطاع غزة من الطيران الصهيوني والمدفعية التي لن تتآنى لحظة بقصف أهلنا في رفح، والجميع رأى بأن أيضا هناك شهداء وأعداد من الشهداء الكبير الذي سقط في الآونة والأيام الأخيرة من هذا القصف. اليوم يهدد بأنه سيقوم بإبادة رفح، وفي حال الجميع رأى من ضربة واحدة أعداد الشهداء الكبير الذي سقط 150 شهيد من ضربة واحدة، لأن هناك الجميع يعلم بأن النازحين الفلسطينيين الذين خرجوا من شمال قطاع غزة ومن وسط قطاع غزة بالأعداد كبيرة توجهوا إلى مدينة رفح، لأن الاحتلال الصهيوني كان يدعي بأن مدينة رفح هي منطقة آمنة، ولكن للأسف هي ليس آمنة، ولن يكون أي شيء في قطاع غزة آمن من هذا الاحتلال ومن همجية هذا الاحتلال الصهيوني الذي يرتكب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. أهلنا وأحبتنا في قطاع غزة، هناك كارثة حقيقية كبيرة ستحدث في حال ارتكب هذا الاحتلال الصهيوني حماقة وتوجه بضربات لمدينة رفح. هنا على الجميع أن يقف بعد 5 شهور، اليوم نتحدث عن دخولنا في الشهر الخامس لهذه المعركة ولهذا العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة والمجازر التي يرتكبها ضد المدنيين. اليوم رفح في حال يعني نفذ الاحتلال الصهيوني ما يقول به بأن هناك ستكون هناك مجازر، أعداد الشهداء اليوم نتحدث عن 28,000 شهيد. نعم. سقط من بداية هذه المعركة، هذا العدد سيسقط خلال يومين أو 3 في حال اجتاحت القوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني إلى مدينة رفح. وهنا على الجميع أن يقف وقفة جادة وحازمة
من أجل لجم هذا الاحتلال الصهيوني، ومن أجل وقف عربدة هذا الاحتلال الصهيوني ضد العزل والأطفال والنساء. الجميع يرى على شاشات التلفزة هذا العدو الصهيوني، بنك الأهداف الذي يتحدث عنه هذا العدو الصهيوني، الأطفال والشيوخ والنساء، المجازر التي يرتكبها ضد أطفال قطاع غزة، أعوام شهر وشهرين وأعوام وأكثر وأقل استشهدوا على يد هذا الاحتلال الصهيوني. أما المقاومة يعني عليه أن يذهب ويواجه المقاومة الفلسطينية، المقاومة التي لدى الاحتلال لن غير قادر على مواجهة هذا المقاومين البواسل، المقاومين الذين يسطروا الآن أروع الملاحم في صمودهم ووحدتهم في الميدان. الصور والفيديوهات التي تخرج على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مواقع فصائل أو الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية تقول بأن المقاومة الفلسطينية على الأرض قوية، وهي صاحبة زمام الأمور من حتى هذه اللحظة خمسة شهور، والنتن هذا النتن نتنياهو وهذه الحكومة النازية الصهيونية المتطرفة، وهي عندما بدأت هذه المعركة قالت بأننا سننهي المقاومة في قطاع غزة، وبأننا سنعيد الأسرى الصهاينة الذين هم الآن بيد المقاومة الفلسطينية دون شرط أو قيد. لا. بعد خمسة شهور ماذا حققت هذه الحكومة؟ حققت الخذلان وحققت الكذب التي يقومون به على الجمهور الصهيوني الذي كشف هذا زيف هذه الحكومة الذي خرج في شوارع أراضينا المحتلة وهو يحتج على هذه الحكومة، هو ويحتج على ويريد وينادي بوقف هذا العدوان على قطاع غزة. طيب أستاذ عبد المجيد، بس أوصل هذه الفكرة. نعم تفضل. للعلم بأنه عندما خرجوا هؤلاء الصهاينة لينادوا بالوقف هذا العدوان، هو ليس من أجل دماء الفلسطينيين، بل بالعكس لأنهم يعوا جيدا بأن الجندي الصهيوني وابنهم الصهيوني الجندي الذي يذهب إلى قطاع غزة إما أن يعود قتيلا أو يعود مصابا وعنده عجز دائم، من أجل خوفا على أبنائهم ليس خوفا على الفلسطينيين. أرحب بالأستاذ عبد المجيد الشديد، مرحبا بكم أستاذ عبد المجيد، حياكم الله. أستاذ عبد المجيد، هناك تركيز، أستاذ عزام أبو العدس، مرحبا بكم أستاذ عزام. السلام عليكم، حياكم الله. أستاذ عزام، هناك تركيز على مدينة رفح، وذلك من خلال تسليط الضوء الإعلامي على تلك المدينة، كما تفضل الأستاذ عبد المجيد، يقول تداعيات كارثية في حال ارتكب الاحتلال حماقة في رفح، ولكن على ماذا تراهن المقاومة في معركة رفح المرتقبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام ولجمهور مشاهديكم ومستمعيكم. حقيقة أن معركة رفح ستكون صعبة وصعبة جدا، وهي ليست بالهينة، يعني نحن نتحدث عن معركة ستخوضها المقاومة ربما في أعقد بيئة يمكن أن تخاض فيها معركة عسكرية، لكن ما تراهن عليه المقاومة هي الاستراتيجية التي تراهن عليها منذ بداية الحرب، هي إنهاك العدو بشكل كبير جدا واستنزافه، وهذا ما حدث، وإفشاله في تحقيق أهدافه، وهذا ما حدث في منطقة شمال غزة وخان يونس وفي كل النقاط التي يعني شملت مواجهة برية مع جيش الاحتلال. كل هذه المناطق التي شملت مواجهة برية حتى الآن كانت ميزت المعركة فيها بالنسبة للمقاومة أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول هو استنزاف العدو والحق خسائر هائلة جدا في العتاد وفي أرواح الجنود، والمسألة الثانية إفشاله بتحقيق أهدافه. إذا نظرنا الآن إلى بعد خمسة أشهر من هذه الحرب تقريبا، ويعني دارت بأعنف ما يمكن أن تدور به معركة عسكرية في التاريخ الحديث، نرى أن حتى هذه اللحظة الاحتلال لم يحقق أي هدف من أهدافه. طوال هذه المدة وطول هذه الفترة، هذا يعني بأن الاحتلال يغرق أكثر في وحل غزة، ويعني بأنه سيصعب عليه الاستمرار في هذه المعركة أكثر، وخصوصا بعد معركة رفح. بالنسبة لمعركة رفح، هناك يعني كلام في الإعلام العبري بأن الجيش، يعني بالرغم من أن المستوى السياسي يهدد بشكل كبير جدا، لكن الجيش غير جاهز.
أولا الجيش لم يعد خطة للتعامل مع المدنيين، وهذه الخطة يعني شبه مستحيلة بالنسبة للجيش. ثانيا الأعداد الموجودة لدى الجيش الآن غير كافية للتوجه في رفح، لا سيما أن معركة خان يونس لم تحسم بعد، جبهة الشمال لا زالت مشتعلة، وبالتالي لا زالت المعادلة صعبة جدا بالنسبة لجيش الاحتلال لأن يدخل في معركة مثل معركة رفح. ربما ازداد التهديد في الفترة الأخيرة بمعركة رفح والذهاب إلى معركة برية في رفح للضغط على المقاومة، لا سيما أنه يعني نلاحظ أنه في الفترة التي قدمت فيها المقاومة مطالبها بدأ الحديث عن معركة رفح، وهذا لأن الاحتلال كان محبط جدا من مطالب المقاومة. يعني أنا أذكر في اللحظة الأولى التي ظهرت فيها هذه المطالب على الإعلام العبري، العبارة الأولى التي قيلت: هذه ليست مطالب من ظهره للجدار، بمعنى هذه ليست مطالب جهة محاصرة وتقصف منذ 4 أشهر وتتعرض للدمار والتجويع والإهلاك بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وبالتالي عندما رأت دولة الاحتلال مطالب المقاومة بهذا السقف، أراد نتنياهو أن يهدد بما يعرف بسياسة حافة الهاوية، بأنه سيأخذ الأمور كلها إلى الهاوية. وبالتالي ربما تكون القراءة الآن لدى المقاومة يعني هي هذه القراءة، بأن الاحتلال على الأقل بحاجة إلى شهر ونص إلى شهرين للقيام بهذه العملية. أستاذ عبد المجيد، استنزاف الاحتلال من ناحية العدة والعدد واضح من خلال عمليات المقاومة الفلسطينية، وواضح أيضا حجم الخلافات العميقة بين نتنياهو وغالانت وحتى بين القادة العسكريين الإسرائيليين أنفسهم، هناك خلاف ما بين القادة العسكريين. بحسب وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين في الكيان المحتل، يقولون أن تل أبيب تتوقع مواصلة عمليات عسكرية واسعة تمتد من 6 إلى 8 أسابيع قادمة. هل تتحمل قوات الاحتلال الحروب الطويلة برأيكم أستاذ عبد المجيد؟ يعني نحن قريبين من هذا الاحتلال ونعلم جيدا بأن هذا الاحتلال غير مجهز وغير قادر على إطالة حرب لمدة طويلة كثيرا، ولكن وما يحدث اليوم في الشارع الصهيوني هو أكبر دليل على ما نتحدث به الآن. ولكن هذا نتنياهو يعي جيدا بأن في حال انتهت هذه المعركة هو مهزوم من اللحظة الأولى، من 7 أكتوبر عندما نفذت هذه العملية البطولية، وهذا الطوفان الذي حمل اسم المسجد الأقصى هو سيذهب إلى المحاكمة والمحاسبة. لذا يحاول أن يطيل في أمد هذه المعركة من أجل أن يبقى على رأس الحكم. الشارع الصهيوني والمؤسسات الصهيونية وجميع يعني هناك شلل تام في الشارع الصهيوني من لحظة بدء هذه المعركة. واليوم قادة الأجهزة العسكرية عند الاحتلال الصهيوني وأيضا شركاء هذا نتنياهو في هذه الحكومة وحتى شريكه الكبير والشيطان الأكبر أمريكا هي التي تدعم هذا نتنياهو، صارت يعني أصبحت تعلم جيدا بأن نتنياهو يطيل أمد الحرب، رغم أنه يعلم بأنه يتكبد الخسائر كل يوم ويتكبد الخسائر الجسدية وأيضا المادية. يعني الجميع يرى الجنود الذين يعلن عن قتلهم كل يوم، كان في من وسائل الإعلام الصهيوني أو من المقاومة الفلسطينية، والآليات التي تدمر والأموال التي تصرف على الجيش الذي هو الآن في يحارب أطفال قطاع غزة، وأيضا الأموال التي تصرف على عائلات هؤلاء الجنود الذين هم في قطاع غزة. هنا نقول بأن المعركة التي يقودها نتنياهو هي معركة خاسرة، وهي الحكومة التي تدعم وتشارك نتنياهو هددت بالانسحاب لأكثر من مرة، وعندما كانت قبل أسابيع قليلة ستبرم صفقة بين المقاومة الفلسطينية وبين هذه الحكومة الصهيونية، خرج هذا نتنياهو يعني أخذ بجس النبض من شركائه. هل في حال
سأوافق على هذه الصفقة وعلى هدنة مع المقاومة في قطاع غزة، هل ستتخلوا عني فيما بعد أم ستبقوا شركاء معي؟ لأنه كان يعني هناك خوف من انسحاب هذه الحكومة وأن تسقط هذه الحكومة التي هي الآن هي صامدة على دماء أطفال غزة ونساء أطفال غزة، وأيضا على المجازر التي يرتكبها هذا الاحتلال الصهيوني. يعني أنا في ما أراه الآن على الشارع والإعلام الصهيوني بأن هناك أزمة كبيرة تعصف بالحكومة الصهيونية وبالشارع الصهيوني. لن يبقى هذا نتنياهو يعني صامد وأمام هذه الأزمة وأمام هذه العاصفة التي تعصف به أيضا، وسيسقط على أيدي المقاومة الفلسطينية التي تسطر الملاحم وتسطر القوة على الأرض وتدافع عن أبناء شعبها، هذا الشعب الذي هو محتل منذ 75 عاما أمام مجازر هذا الاحتلال الصهيوني، يحاول اليوم تعليق فشله على الأطفال وعلى دماء النساء وعلى المجازر التي يرتكبها اليوم الإعلام الصهيوني. يعلم جيدا والشارع الصهيوني يعلم جيدا بأن ما تبثه هذه الحكومة وهذا الإعلام الصهيوني هو كذب، وهناك مصداقية كبيرة عند المقاومة الفلسطينية عندما يريد هذا الاحتلال الصهيوني أن يقتبس، أو الشارع الصهيوني أن يقتبس بعض الأخبار، يذهب إلى قنوات المقاومة الفلسطينية لأنه يعي جيدا بأن المقاومة أصبحت هناك مصداقية عالية في المقاومة حتى عند العدو. إذن أزمة كبيرة تعصف بالكيان المحتل كما تفضل الأستاذ عبد المجيد. هذا الموضوع يجرنا أستاذ عزام إلى الجانب الاقتصادي. هل تعتقد أن الاقتصاد الإسرائيلي الذي يشهد حالة غير مسبوقة من التدهور يتحمل حربا ربما حسب ما صرح أنها تمتد لشهرين آخرين، وهل يتحمل اقتصاد غزة طول أمد الحرب؟ يعني أولا هذه الحرب لن تمتد لشهرين آخرين فقط، بل ستمتد إلى أشهر طويلة جدا. هذه الحرب ستتحول بالنسبة إلى إسرائيل إلى استنزاف طويل الأمد على النمط الفيتنامي، وإسرائيل ستغرق في حالة طويلة جدا من حالة اللا سلم وحالة اللا حرب والمناوشة الدائمة في قطاع غزة إلى حين أن تأتي أو أن توافق على حل سياسي شامل. هذه أولا. ثانيا، الاقتصاد الإسرائيلي يعني بدأ منذ الآن يتعرض لخسائر هائلة جدا. بحسب محافظ البنك المركزي الإسرائيلي هذه الخسائر وصلت حتى الآن إلى 100 مليار دولار. نعم. سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، الانكماش والهبوط في الاقتصاد الإسرائيلي كارثي. هناك انخفاض لتصنيف إسرائيل في وكالة موديز للتصنيف الائتماني لأول مرة في تاريخها، وهذا أيضا يعني يعتبر كارثة بالنسبة إلى إسرائيل. بالنسبة لاقتصاد قطاع غزة، الخسائر الآن في غزة ربما تصل حتى 20 مليار دولار خسائر مادية مباشرة. لم يتبقى اقتصاد في قطاع غزة يعني يمكن الحديث عنه بسبب الدمار الهائل والمرعب الذي طال قطاع غزة. وبالتالي يعني مسألة الخسائر الاقتصادية من الطرفين هي مسألة كبيرة جدا، لكن حتى الآن خسائر إسرائيل الاقتصادية أكبر وهي تتعمق، وهذه الخسائر يمكن أن تتعمق أكثر وأكثر وتصل حدا كارثيا إذا ما نفذت إسرائيل تهديدها بغزو لبنان. إذا نفذت إسرائيل بتهديدها بغزو لبنان ستصاب بخسائر لم تصب فيها منذ تأسيسها. أستاذ عبد المجيد، هناك اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. في هذا الاتصال هناك تأكيد من أن واشنطن تريد إنهاء العمليات العسكرية قبل شهر رمضان، ولكن في المقابل هناك تصريحات للإسرائيليين بعمليات طويلة الأمد. في هذا الاتصال أو في هذا التصريح، هل يمكن أن نقول أن واشنطن لم تعد لها القدرة في كبح جماح نتنياهو وأن نتنياهو خرج عن السيطرة الأمريكية؟
يعني حكومة هذا الشيطان الأكبر أمريكي من اللحظة الأولى، الجميع رأى يعني من اللحظة الأولى وهي تقدم كل الدعم اللامحدود لهذه الحكومة الصهيونية العسكري والمادي من اللحظة الأولى، وغير نتحدث ونقول غير قادرة عن جبح يعني نتنياهو عن إيقاف هذه الحرب. فأنا بتوقع أنه لو مع أمريكي معنية بوقف الحرب على قطاع غزة والإبادة الجماعية على قطاع غزة ستوقف هذه الإبادة، ولكن هي معنية أن تبقى على الحرب من أجل أن يبقى نتنياهو يحقق ما يتحدث به، وأيضا هذه حكومة وأيضا الأمريكا الشيطان الأكبر تريد أن تقضي على المقاومة في قطاع غزة كما يريد العدو الصهيوني، لأن المقاومة الفلسطينية بالنسبة لهذا العدو أصبحت تشكل خطر كبير وعبء كبير. عندما رأينا بأن المقاومة الفلسطينية في قبل عامين عندما هددت الاحتلال الصهيوني في حال كانت هناك مسيرة للأعلام الصهيونية في ستتجه إلى مدينة القدس وإلى باحات المسجد الأقصى، المقاومة الفلسطينية في اللحظة الأولى التي بدأت فيها المسيرة التحرك إلى باحات المسجد الأقصى بدأت الصواريخ تخرج من قطاع غزة وتدك أراضينا، وهذا أصبح يعني معادلة جديدة، معادلة رعب بالنسبة للاحتلال الصهيوني. يريد الاحتلال أن ينهي هذه المعادلة التي فرضتها المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الصهيوني، ولكن الحكومة الأمريكية هي وأمريكا هي التي تقدم يد العون لهذا الاحتلال وتدعمه وتغطيه سياسيا وعسكريا، وأيضا معنية أن تبقى هذه المعركة. أما بالنسبة لما يتخوف منه الاحتلال لشهر رمضان، الجميع لنعد قليلا للأعوام الماضية التي كانت في شهر رمضان، دائما في شهر رمضان يكون هناك عمليات بطولية، لأن شهر رمضان هو شهر المقاومة وشهر التحدي وشهر الغزوات التي نعرفها جميعا ضد الاحتلال، وكان هناك دائما تصعيد في من المقاومة في شهر رمضان، وأيضا المسجد الأقصى، المسجد الأقصى هناك اعتكاف دائم وهناك احتكاك دائم كان يكون بين المصلين وبين الاحتلال الصهيوني، وسرعان ما يتفجر في جميع أنحاء الضفة الغربية، ويكون هناك يعني شهر بالنسبة للاحتلال موجع دائما كان، وكان يتكبد به الاحتلال خسائر على طول الضفة الغربية وأراضينا المحتلة عام 48، وأيضا القدس التي هي العاصمة، القدس التي نتحدث عنها اليوم وهي تئن تحت الاحتلال وتحت وطأة هذا الاحتلال الصهيوني والمغتصبين الصهاينة الذين يدنسوا المسجد الأقصى. نعود قبل بداية هذه المعركة عندما رأينا الاحتلال أطلق بأنه وقال بأن هناك أعياد، كيف دنسوا المسجد الأقصى واعتدوا على المسجد الأقصى ولن يسلم منه إخوتنا المسيحيين عندما بصقوا على الكنيس في القدس أيضا. هذا الاحتلال الصهيوني الذي يحمل كل الحقد والكراهية للعرب وللمسلمين ولكل أحرار العالم لابد أن يواجه من الجميع، ولابد أن يكون هناك لاجم لهذا الاحتلال الصهيوني وهي المقاومة والجبهات التي تسند المقاومة أيضا والعالم وأحرار العالم جميعهم الذين هبوا وخرجوا لينصروا القضية الفلسطينية وينصروا المسجد الأقصى ويندد بالمجازر التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني. هناك بإذن الله شهر رمضان سيكون أيضا هناك تصعيد للمقاومة في الضفة الغربية رغم أنها تتعرض للاعتقالات والاغتيالات يعني على طول احتلال فلسطين. أستاذ عزام، إسماعيل هنية عرض شروط المقاومة لعقد صفقة التبادل مع الاحتلال، يقول إنهم لن يرضوا بأقل من وقف كامل للعدوان، انسحاب الاحتلال خارج قطاع غزة، رفع الحصار، توفير مأوى للنازحين. ضمن هذه الشروط، لماذا لا تدعم واشنطن هذه الشروط وأن الولايات المتحدة دائما تتحدث عن نزع فتيل الأزمة؟ مسألة الهزيمة في هذه الحرب، هزيمة إسرائيل في هذه الحرب، مسألة لها أبعاد خطيرة جدا على الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تتحمل هزيمة إسرائيل في هذه الحرب. إذا يعني لنفرض الآن إذا وافقت إسرائيل على شروط المقاومة وأنهت هذه الحرب وانسحبت إلى خارج حدود غزة وكانت هناك صفقة تبادل ورفع الحصار، ما هي تداعيات ذلك؟ هذا هو السؤال.
أولا الولايات المتحدة الأمريكية مكانتها الإقليمية في الشرق الأوسط ستهتز كثيرا، بمعنى أنها سيصبح يعني ينظر إليها أنها عاجزة عن نصرة حلفائها. فإذا كانت عاجزة عن نصرة أقوى حلفائها وهي إسرائيل أمام أضعف أعداء وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس، بالتالي لن تستطيع أن تنصر بقية حلفائها أمام إيران. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل ستفقد قيمتها الاستراتيجية، بمعنى أن حركة حماس ينظر إليها على أنها أضعف أعداء دولة الاحتلال إذا ما قارناها بحزب الله أو بإيران أو بقية يعني الجبهات. وبالتالي هزيمة إسرائيل أمام حركة حماس يعني أن قيمة إسرائيل الاستراتيجية ستتدنى بشكل كبير جدا، سينظر إلى إسرائيل أنها عاجزة. الدول العربية لماذا تريد التطبيع مع إسرائيل؟ تريد التطبيع مع إسرائيل في المقام الأول بسبب القوة العسكرية لحمايتها من الخطر الإيراني بين قوسين، لكن إذا ثبت أن إسرائيل عاجزة عن حماية نفسها من خطر داخلي، من خطر داخلي، فكيف ستقوم بحماية هذه في حماية يعني بقية الدول العربية أو مساندتها كما تأمل هذه الدول؟ أيضا لدينا ستكون أزمة وجودية في إسرائيل، 11 مليون يهودي حول العالم لن يفكروا مجرد تفكير بالهجرة إلى فلسطين، لأنها ببساطة دولة عاجزة عن حماية مواطنيها. لدينا 75 ألف مستوطن في غلاف غزة لن يعودوا أبدا إلى منطقة غلاف غزة، 100 ألف مستوطن من 22 مستوطنة في الشمال لن يعودوا، يعني ستكون حساباتهم أيضا نفس الشيء. سيقال إذا لم تستطع الدولة أن تحمي منطقة غلاف غزة من حماس فكيف ستحمينا من حزب الله على الحدود الشمالية؟ وبالتالي مسألة هزيمة إسرائيل في هذه الحرب هي مسألة غير واردة، لا يمكن أن تتحملها الولايات المتحدة وأن تتحملها إسرائيل. لكن علمنا التاريخ شيئين مهمين جدا. الشيء الأول أن أمريكا ليست آلهة، وأن رغباتها أو أن رغباتها وإرادتها ليست منزلة من السماء. ثانيا أن هزيمة إسرائيل ممكنة ويمكن أن يكون ذلك، لكن بحاجة إلى طول نفس. وللأسف ما يطيل في عمر هذه المعركة وصمود إسرائيل هو الدعم العربي غير المحدود للجبهة الإسرائيلية. انضمت إلينا في هذه التغطية الأستاذة إيمان السيلاوي الصحفية الفلسطينية من جنين. أستاذة إيمان مرحبا بكم. يعني بحسب نادي الأسير الفلسطيني اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 25 مواطنا في الأقل من الضفة، طبعا بينهم أسرى سابقون. هل من معلومات متوفرة لديك إيمان عن المناطق التي تم الاعتقال وأيضا ظروف هذا الاعتقال؟ نعم بلغت، حياكم الله بداية، الرحمة للشهداء. بلغت عدد حالات الاعتقال تجاوزت 7100 معتقل حتى هذه اللحظة من بعد 7 أكتوبر. تركزت الاعتقالات في الخليل وجنين. خلال 48 ساعة كان هناك، أو خلال 24 ساعة كان هناك اقتحام لعدد من المحافظات واعتقال شبان منها. نبدأ من فجر أو من مساء ليلة أمس. رام الله كان هناك اعتقال فجر اليوم، قلقيلية أيضا اعتقال، نابلس وأيضا القدس كذلك، وعقبة جبر في أريحة كذلك، هنالك محافظة بيت لحم ورام الله والقدس عفوا. كذلك كان تشييع للشهداء في روجيب وطول مخيم طول كرم، 3 شهداء. أيضا نعود إلى قباطي، اقتحموا فجر أمس أو ليلة أمس لمدة 6 ساعات متتالية حتى صباح هذا اليوم قوات الاحتلال مدينة أو بلدة قباطي جنوب جنين. اعتقلت أكثر من 40 مواطنا. قامت بوضع نقطة تحقيق ميدانية في البلدة، حققت مع هؤلاء 40، اعتقلت منهم 17 مواطنا وأخلت سبيل البقية فيما بعد. البقية الذين أخلت سبيلهم هم كبار السن أو آباء
من تدعي أنهم شبان مطلوبون لديها. كانت طريقة أيضا اقتحمت البلدة، هناك انتهاء سافر كان لها بجرفة جرفة بطاط أو أكشاك للتجار باعة الخضرة في البلدة. كذلك حققت وضربت العديد من الشبان أثناء التحقيق، أيضا دمرت مركبات حطمتها بالكامل، وكذلك سور لإحدى المدارس كانت في البلدة قامت بهدمه بالكامل، أيضا مزقت صور الشهداء على الدوار المتمركز وسط البلدة. هنالك أيضا 15 معتقلا من الخليل كذلك الأمر كان فجر هذا اليوم. طيب أستاذ عبد المجيد، يوم أمس ناقش مجلس الحرب الإسرائيلي مقترح كما سمعتم لتقليص عدد المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، هذا المقترح الذي طرحه بن كفير الوزير المتطرف، ولكن ما أثر التقليص أو التقييد على معطيات الحرب الدائرة في قطاع غزة؟ يعني هذا يعني للأسف يعني نتنياهو يعني يرضخ لهذا النازي بن غفير من جديد. ويعني نتحدث بأن يعني حتى نوضح للعالم أجمع بأن الاحتلال يقسم بين العرب وأراضي أو الفلسطينيين الذين هم في الداخل المحتل عام 48 وأيضا القدس والضفة الغربية. يعني طول احتلال فلسطين الاحتلال يشدد الخناق على أهالي الضفة الغربية، ويكون هناك أعمار معينة للدخول إلى المسجد الأقصى في رمضان وغير رمضان أيضا. هناك تشييك أمني من الشباك والمخابرات على الفلسطينيين الذين هم من الضفة الذين يريدون الصلاة في المسجد الأقصى، ويشدد الخناق عليهم في رمضان أكثر وأكثر، والآن يفرض من جديد على الفلسطينيين في الداخل المحتل الذين هم هناك يعني بعض التسهيلات التي لهم أكثر من الضفة الغربية، اليوم يشدد الخناق أيضا على يعني هذا من يعني خطة لتهويد المسجد الأقصى، وأيضا الحرب الدينية التي تعلنها هذه الحكومة وهذا النازي نتنياهو والصهيوني بن غفير وحكومتهم. أما أثرها على ما يحدث في قطاع غزة، فيعني المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة كما علمتنا دائما حكم الجراح والآلام التي نراها الآن في قطاع غزة، إلا أن وحدة المقاومة الفلسطينية في الضفة وفي قطاع غزة هناك وحدة ميدانية، لن يعني هناك تجسيد في الميدان إن كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية لن ترضى على ما يحدث من تقسيم للمسجد الأقصى ومن تهويد المسجد الأقصى، والجميع قلناها دائما، أنا كنت دائما أردد هذا في جميع خطاباتي إن كان في المسيرات التي كانت تخرج دائما في المسجد ضد يعني عندما نكون متضامنين مع المسجد الأقصى أو على شاشات التلفزة. المسجد الأقصى خط أحمر، لا يمكن لأحد أن يسكت على ما يحدث للمسجد الأقصى. ما حدث في قطاع غزة وسبب هذه المعركة هو نتائج، وكان يعني نتائج الضغط الذي يتعرض له قطاع غزة، وأيضا السبب الرئيسي هو المسجد الأقصى. واليوم الضفة الغربية وأهلنا وأحبتنا في الأراضي المحتلة في 48 وفي القدس والضفة الغربية لن يسكتوا على ما يتحدث به هذا النازي وهذه الحكومة، وأنا يعني أثق جيدا بالمقاومة الفلسطينية بأنها كما صرحت جميع فصائل المقاومة الفلسطينية بأنها لن تسكت على هذا القرار، وبأن سيكون هناك رد على هذا القرار. وأنا يعني كما قلت لك بأن المقاومة الفلسطينية كانت دائما السباقة بالدفاع عن المسجد الأقصى، وسيكون هناك يعني موقف جاد وحازم من المقاومة الفلسطينية ومن الفلسطينيين في الضفة وفي القدس وفي قطاع وفي أراضينا المحتلة وأيضا قطاع غزة التي تصاعد كل يوم من مقاومتها والرمال التي تبتلع هذا العدو الصهيوني. أستاذ عزام، نبقى في نفس النقطة لأنها نقطة مهمة وأيضا من الأخبار الحديثة، وهو تقليص عدد المصلين في المسجد الأقصى المبارك. هناك تصريح عن المؤسسة الأمنية عبر الصحف العبرية حيث حذرت
من قرار مجلس الحرب بتقليص عدد المصلين في المسجد الأقصى، وأيضا اعتبرته قرار سيوحد المسلمين ضد الاحتلال. هل هذا التحذير وهذه النظرة صحيحة أستاذ عزام؟ يعني الأمن أو نظرية الأجهزة الأمنية دائما في أي دولة كانت في العالم هي توقع الأسوأ وتأمل الأفضل، وبالتالي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتوقع الأسوأ، لكن أنا في تقديري هذا الأسوأ لن يحدث، يعني بمعنى أن المسجد الأقصى لن يوحد المسلمين، لأن أو طبعا سيوحد المسلمين على المستوى الشعبي بالتأكيد، والوحدة الشعبية بين المسلمين موجودة، لكن للأسف الأنظمة السياسية التي نتعامل معها هي أنظمة احتلال، بمعنى هذه الأنظمة التي تحكم الوطن العربي من المحيط إلى الخليج لا يستثنى منها أحدا، هذه الأنظمة هي عبارة عن وكلاء مباشرين للاحتلال الإسرائيلي والأمريكي في المنطقة، وبالتالي أن تتصرف وتقوم بشيء ما من أجل المسجد الأقصى هذا شيء مستبعد، أن تسمح بمظاهرات أو خروج تظاهرات أو حتى أن تقوم هذه الأنظمة بالمطالبة بأي شيء لأجل المسجد الأقصى هذا شيء مستبعد، وبالتالي هذا التحذير الصادر عن الأجهزة الأمنية هو يأخذ بأسوأ الاحتمالات، لكن أنا في تقديري لن يحدث شيء سوى الشجب والاستنكار، وما يقوم به اليمين الإسرائيلي الآن سيفتح الباب أمام تغول أكثر على المسجد الأقصى، بمعنى عندما يمر شهر رمضان دون أن يكون هناك حراك عربي وإسلامي لنصرة المسجد الأقصى أو للتحرك للضغط على إسرائيل من أجل المسجد الأقصى، ستجد إسرائيل نفسها في وضع بأن يدها مطلقة في غزة، يدها مطلقة في الضفة بشكل كامل، وبالتالي ستتسارع خطوات تهويد وهدم المسجد الأقصى وخطوات التضييق على الفلسطينيين وتهجيرهم سواء في الضفة وفي غزة، طبعا كل ذلك يعني تحت سمع ونظر السلطة الفلسطينية التي تعتبر شريك أساسي في كل هذا المشروع. طيب أستاذة إيمان، سنتعرف من خلالكم على المزيد من أقدام قوات الاحتلال لبلدة قباطية، ولكن دعوني ضيوفنا الكرام مشاهدينا سأتوقف عند فاصل قصير ونعود بإذن الله. فيش، لقيتها هم حرموني حتى من مستقبلي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة من قناة رافدين الفضائية، نتحدث فيها عن العدوان الوحشي الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومته على قطاع غزة. وصلنا في محطتنا النقاشية عند الأستاذة إيمان. أستاذة إيمان، كما تعرفين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية في جنين، وأيضا أجرت عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين. ما هو هدف قوات الاحتلال من إجراء التحقيق؟ نعم، بداية دائما أي اعتقال أو تحقيق ميداني هو البحث عن المطلوبين أو معلومات عن ما يسمى بشبان مقاومين، لأنها تعتبر يعني قباطية من أكثر معاقل تصنيع العبوات أو عفوا القنابل اليدوية الأسلحة، فهذه منذ القدم تعتبر قباطية هي
دائما تواجد الشبان بكثافة من حيث المطلوبين، فبالتالي قامت باعتقال العشرات للتحقيق مع الآباء ومع الأطفال مع الكبار السن عن معلومات للوصول إلى أدق التفاصيل عن تصرف أو تنقل هؤلاء الشبان، معرفة تواجدهم من أجل اعتقالهم طبعا. كذلك هنالك انتهاك سافر لقوات الاحتلال قامت بإطلاق الرصاص خلال الاقتحام المنازل والمداهمات بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي على المنازل، تخريب الأثاث بالإضافة إلى خارج المنازل. هنالك مداهمات داخل المنازل، العشرات من المنازل، بحثا عن الأسلحة، بحثا عن القنابل المصنعة يدويا، بالإضافة إلى التحقيق مع النساء داخل المنازل بحجة البحث عن المطلوبين. ولكن كتيبة قباطي أعلنت بعد تفجير عبوة ناسفة في البلدة في الآليات الاحتلال، أعلنت كتيبة قباطي من خلال فيديو نشرته عبر وسائل التواصل بأنها من قامت بتنفيذ تفجير العبوة في آليات قوات الاحتلال. أستاذ عبد المجيد، آسف جدا أستاذ إيمان، سأعود إليك إن شاء الله. أستاذ عبد المجيد، يعني كما تفضل الأستاذ عزام وسألته أنه المؤسسة الأمنية في الكيان المحتل حذرت من قرار مجلس الحرب بتقليص عدد المصلين، وأنه ربما اعتبرته قرار سيوحد المسلمين، وأجاب بشكل وافي وأيضا منطقي الأستاذ عزام. ولكن تعتقد أن عملية تقليص عدد المصلين في المسجد الأقصى ربما أن الدول المطبعة ربما ستعيد حساباتها مع الكيان المحتل في موضوع التطبيع، أو الدول التي في طريقها إلى التطبيع، تعتقد ذلك؟ يعني لو بتعيد حساباتها هاي الدول كان عادتها في المجازر والحرب اللي قاعدة بترتكب في قطاع غزة، بنعد اليوم بألوفات الشهداء ومئات الشهداء بنعد فيهم يوميا، والأطفال والمجازر إبادة جماعية كاملة في قطاع غزة لم ترتدع هذه الحكومات. ولكن عليها أن تنظر جيدا بأن فصائل المقاومة الفلسطينية التي هي محاصرة في قطاع غزة منذ أعوام طويلة كسرت أنف هذا الاحتلال الذين تبنون معهم التطبيع والاتفاقيات والسلام. يعني إذا كنتم تريدون من يحميكم فهذا الاحتلال لا يحمي أحد. الفصائل المقاومة محاصرة طورت من أنفسها وكسرت أنف هذا الاحتلال عندما بدأت هذه المعركة، والجميع رأى كيف المقاومين الفلسطينيين كانوا يخرجون الجندي الصهيوني الذي هو داخل المدرعة الصهيونية ويمرغ أنفه في التراب. فهذا جيش لا يحمي أحد، يعني مش حامي نفسه تنو يحمي هؤلاء الذين يطبعون مع هذا الكيان الصهيوني. أما نحن نعول كثيرا على الشعوب العربية، هذه الشعوب الحية، هذه الشعوب التي نحن نتفق معها جيدا بأنها هي التي لابد أن تتحرك ولابد أن تثور ضد هؤلاء الذين هم يطبعون مع هذا الاحتلال ويتآمرون على القضية الفلسطينية ويتآمرون على المسجد الأقصى. إذا كان المسجد الأقصى الذي هو مكان ليس فقط للفلسطينيين بل للعرب وللمسلمين لن يوحدنا، ما هو الذي سيوحدنا؟ فعلى المسلمين جميعهم أن ينظروا هذا التهويد الذي يقوم به وهذه الخطوة التي اتخذها الاحتلال الصهيوني لمنع الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى هي خطوة إلى الأمام، ستكون من هدم المسجد الأقصى و بناء ما يقول الهيكل الذي يزعمون به هذا الاحتلال الصهيوني. فعلى الجميع أن يثوروا من أجل المسجد الأقصى. المسجد الأقصى دائما هو خط أحمر، رأينا الجميع كانوا يتوحدوا خلف أي مقام إسلامي، وهو مقام المسجد الأقصى هو مكان إسلامي خالص لا وجود لهذا الاحتلال الصهيوني عليه. كنا دائما كفلسطينيين نقول من يوحد الفلسطينيين كان المسجد الأقصى والأسرى. اليوم الفلسطينيين يتوحدوا خلف المسجد الأقصى وخلف الأسرى وخلف المقاومة الفلسطينية. فعلى المسلمين جميعهم اليوم أن يخطوا ويحذوا على هذا النهج وعلى هؤلاء الزعماء الذين يطبعون مع هذا الاحتلال الصهيوني.
يروا ما نعم. الذي كان للزعماء الذين كانوا من قبلهم يطبعوا وينسقوا مع هذا الاحتلال الصهيوني ومع الأمريكا الشيطان الأكبر. عندما انتهت هذه المرحلة فتآمروا عليهم ويعني ذهبوا وحاكموهم، وهناك من يعني حكم بالسجن، وهناك من توفي، وجابوا من يطبع أكثر معهم، فعليهم أن ينظروا ما طيب. الذي حصل للذين طبعوا قبل. أستاذ عبد المجيد، سأعود إليك في نقطة مهمة جدا، وهو الحديث عن السلطة الفلسطينية والحديث عن إصلاحها، ولكن دعني وعدت الأستاذة إيمان بالعودة إليها. أستاذة إيمان، قوات الاحتلال تقوم بإطلاق الرصاص الحي على الشبان في فيلدة بيت أمر شمالي الخليل، ما هي ملابسات هذا الحادث؟ نعم، قبل عدة أيام تحديدا في الرابع عشر من هذا الشهر، قبل ثلاثة أيام، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل بحجة مصادرة تسجيلات مراقبة داخل المنازل، الكاميرات المراقبة، ولعبت في المنازل واندلعت مواجهات. طبعا المواجهات كانت بين الشبان المقاومون وقوات الاحتلال، مما أدى إلى استشهاد شاب نهيل زياد محمد إسماعيل بريغيث 18 عاما، كانت إصابته حرجة في الرأس، كذلك إصابة 10 شبان، وأيضا إصاباتهم معظمها من الأجزاء العلوية من الجسم، وكلهم شبان في 17 و18 من العمر. هنالك إصابة أيضا في العمود الفقري لشاب يبلغ من العمر 35 عاما. أود التذكير الآن أن المستوطنين أو المستعمرين اليوم قاموا بعدة انتهاكات ظهر هذا اليوم، تجريف أراضي في حسان قضاء بيت لحم، كذلك تحطيم زجاج مركبات وإعطاب عجلاتها في مشطب لمواطن يعود مواطن من نابلس. نعم. أيضا هدم منزل في الولجة جنوب القدس بحجة عدم الترخيص. أستاذ عبد المجيد، بدقيقتين لو تفضلتم الوقت أدركنا، أنطوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي يقول إن هناك جهود عربية لإصلاح السلطة الفلسطينية. الحديث عن السلطة وإصلاحها، هل يمكن أن يتجاوز المقاومة في غزة؟ بدقيقتين لو تكرمتم في ذلك. تجاوز المقاومة، الشعب الفلسطيني جميعه اليوم متوحد خلف المقاومة الفلسطينية، كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في جميع أنحاء فلسطين وفي الشتات أيضا. يعني من يتحدث اليوم باسم الشعب الفلسطيني وأي قرار وأي اتفاق لابد أن يمر عن فصائل المقاومة الفلسطينية بالإجماع وبإجماع الشارع الفلسطيني. الشارع الفلسطيني هو من يختار القيادة التي تمثله، والشارع الفلسطيني هو عندما نذهب إلى صندوق الانتخابات دائما نحتكم إلى الشارع الفلسطيني. نرى الآن الشارع الفلسطيني هو الآن من يتوحد خلف المقاومة الفلسطينية، والجميع يرى عندما كانت تخرج صواريخ المقاومة وصواريخ العزة من قطاع غزة لتدق أراضينا المحتلة، كيف كان الفلسطينيين الذين يروا هذه الصواريخ يخرجوا إلى أسطح المنازل ويهللوا ويكبروا ويرحبوا بأي نعم. عمل مقاوم من هذا ومن هذا على من هذا. أشكرك أستاذ عبد المجيد. المقاومة الفلسطينية نعم. هي ما تمثل الشارع الفلسطيني. كان معنا في هذه التغطية عبر سكايب من الضفة الغربية المتخصص في الشأن الإسرائيلي عزام أبو العدس، وعبر سكايب من الضفة الغربية عضو المجلس الثوري لحركة فتح الانتفاضة عبد المجيد شديد، وكانت معنا عبر الهاتف من جنين الصحفية الفلسطينية إيمان السيلاوي. شكرا جزيلا لكم ضيوفنا، والشكر موصول لمشاهدينا أينما كانوا. إلى اللقاء.